تكلمنا عن التعريف وعوامله وأسامه وأريد أن أسألكم جميعا، هل أنتم مستعدون؟ ماذا تكتبين؟ أشاهدكم مشغول جدا، هل إنكم واجبات كثيرة؟ الحرب هو القتال أو النزاع أو العراك بين حزبين باستخدام الجيوش والسلاح مثل السيف والقوس وغيرها تنافس على السلطة والمنطقة وأقصه السلم. أحسنتي. ها أنتي؟ ما أوامر الحرب؟ العوامل التي أدت إلى الحرب هي العصبية بين القبائل وسلوكهم المزمومة، وثم أيضا وكلة مصادر المياه والطعام في الصحراء يريد أن يحصل على الأموال والغنيمة الحرب وغير ذلك. بارك الله فيك. ها أنتي ما أثر الحرب؟ أنا أثر الحرب أولاً توجد الأمراض والمجاعات الكثيرة لدى الناس، ثانياً إبادة الحيوانات والنباتات المتنوعة في الصحراء، ثالثاً الموت والجرحى على الناس في المعركة. ستسألني لا 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 أنا لا أريد. الآن سنواصل درسنا اليوم عن الحروب التي حدثت في العصر الجاهلي. الحمد لله في عصر الجاهلي حدثت كثير من الحروب، ومنها يوم البسوس ويوم الداهيس والقبراء ويوم النعاس ويوم الفجار ويوم التفاح ويوم الأنفاس ويوم الطلاب الأول. هل أنتم تعرفون أن تلك الحروب؟ لا. هل أنتم تحبون أن تشاهدوا الفيديو؟ لا. الآن سنشاهد الفيديو عن اليوم البسوس. هيا. أنا كلاي. أنا جسر. أنا بسوس. أنا مرة. أنا محلحل. في ذلك اليوم جساس يا جساس. نعم يا أمتي، وحاجتك إلى بيتي يا أمتي، هل عندك مشكلة؟ نعم عندي مشكلة، هل يمكن أن ترعى ناقتي؟ عندي أمر مهم وعلي أن أسافر في مكان آخر. ما شاء الله، يمكن يا أمتي، سأرعى ناقتك جيدا. في ذات اليوم يمشي جساس وناقة أمته إلى السوق، ويربط جساس الناقة إلى شجرة النخلة،
وهو يدخل إلى السوق ليشتري البضائع. وفجأة الناقة غائبة وتمشي الناقة إلى منطقة بني بكر، وهي تشرب الماء من بئر بني بكر. وفي تلك الوقت يمشي كليب وهو شيه الكبير من بني بكر. الناقة في مكاني، من يملك هذه الناقة؟ أنا في غريب عظيما وقد دخلت إلى مكاني، سواء الناس أو الأنعام، بدون إذني سأقتل جميعا. والآن سأقتل تلك الناقة. قد أخرج الكلاب القوس ويرمي إلى الناقة وماتت الناقة. ما شاء الله ناقتي. جساس، ما حدثت إلى ناقتي؟ أنت لم ترعيها جيدا، قد قتل كلاب ناقتي. أنت ليس مسؤول على أمانتي. ولكن يا أمتي، ناقتك غائبة بدون الواعي. اترك كلاب لي. لا تقلقي يا أمتي، سوف انتقم على ناقتك يا أمتي. سأقتل كلاب الآن. اقتل الآن. حسنا، سأقتل كلاب. يا كلاب. نعم. قد قتلت ناقة أمتي يا كلاب، أمتي بسوس. ماذا تريد يا جساس؟ ها؟ أنا أريد أن أتكلم عنها، هل هذا صحيح؟ نعم، أنا قتلت تلك الناقة. ناقتك قد دخلت إلى مكاني، هذا خطأ كبير جدا. ولكن الناقة ليس لها العقل، وأنت لم يفكر أبدا. سأقتل الآن. ها قضيت الثأر على ناقة بسوس أخيرا. ها جكذا عيني الأذكار هدوا فالدموع لها انهمار، وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهار. وبت أراكب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انهدار. أصرف مكلتي في إثر قوم تباينت البلاد بهم فغاروا، وأبكي والنجوم مطلعات كأن لم تهوها عني البهار. على من لو نعيت وكان حيا لقاد الخيل يحجبها الغبار. دعوتك يا كليب فلم تجبني، وكيف يجيبني البلد القفار. أجبني يا كليب خلاك ذم بنينات النفوس لها مزار. أجبني يا كليب خلاك ذم لقد فجئت بفارسها نزار. سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا حين يلتمس اليسار. أبت عيناي بعدك أن تكفى كأن غض القتاد لها شفار. وإنك كنت تحلم عن رجال وتعفو عنهم ولك اقتدار. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد. قد مات شيخ قبيلتنا، له جساس، هيا انتقم على موت كلاي. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا.
تجنبت وائلا كي يفيقوا فأبت تقليب على اعتزالي وأشاب ذوابتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتالي قتلوه بشسع نعلي كليب إن قتل الكريم بشسع غالي يا بني تغلب خذوا الحذر إنا قد شربنا بكأس موت ذلال. الفيديو رائع صح؟ نعم. هذا هو يوم البسوس الذي حدث في عصر الجاهلي. إن شاء الله في فصل قادم سنواصل إلى حرب الأخرى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا Al-Basus. لا لا انا لا اعرف. انتي لا ادري ايضاً. للمعلوم يأمر ابوه الانتقال الى مكان بعيد وقد ذهب جساس الى الشام ليفرغ نفسه ولكن في اخره قد مات جساس. ها ومن قراءتي في الانترنت يوجد الانسان ان يربط السله بين القبيلتين بعد 40 سنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بالتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغذوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغذوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أخرجاه مسلم. Good night.